نروح للطايره. الطايره النهارده تعاقد يمكن مع يعني النادي الاهلي، تعاقد مع البرازيليه ناتاليا فرنانديز لتنضم لصفوف الفريق الاول لسيدات الكره الطائره بالنادي. رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي قال انه اللاعبه البرازيليه دي وقعت على عقود الانتقال بدايه من الموسم الجديد، وان شاء الله تنتظم في التدريبات تحت قياده حمدي الصافي المدير الفني. كمان عبد القادر قال انه التعاقد ده مع هذه اللاعبه جه بعد ما ترشحت من جانب الجهاز الفني، خاصه وانه السيره الذاتيه الخاصه بيها مميزه جدا وهتمثل ان شاء الله اضافه للفريق خلال الفتره اللي جايه. كل التوفيق طبعا. كل التوفيق طبعا، ومش بس الصفقات، بنتكلم على صفقات على مستوى كره القدم، لا، النادي الاهلي كمان دايما بيدعم، والناس دايما تتحس التركيز على الفريق الاول لكره القدم، ده اكيد ما فيش شك، دي وجهه النادي الاهلي. لكن كمان على المستوى اللعبات الاخرى الجماعيه والفرديه، لا، في اهتمام واضح جدا. كان معانا ابطال الولاد طبعا 2002 ابطال الدوري، والنهارده كمان في الطايره بيدعموا بكمان لاعبين محترفين، فمنظومه الحمد لله متكامله بشكل كبير جدا، منظومه محترفه، وان شاء الله يعني ده دايما تستمر ان شاء الله بنجاحات كتيره.